بالنسبة للسكر حصل طفرة حقيقية في إنتاج السكر، مع إن المساحة المنزرعة من القصب قلت نسبيا، ولكن تم زيادة مساحة البنجر، ويمكن دي من المشروعات العملاقة اللي هي في الدلتا الجديدة، وتم زراعة مساحات كبيرة جدا من البنجر أدت إلى تعويض النقص في زراعة قصب السكر. والنهاردة وصلنا لمدى كفاية 91% من احتياجات الدولة المصرية، وكان في 2017 75%. السنة اللي فاتت احنا ما استوردناش الا 200,000 طن خام حتى نستكمل الاحتياجات في بطاقة التموين، وقبل كده في 2017 استوردنا 1,000,000 طن، وبالتالي الحمد لله ماشيين ناحية اكتفاء ذاتي، وسوف يتم الاكتفاء الذاتي بعد الانتهاء من تشغيل مصنع القناة اللي هو موجود في غرب المنيا، وده من المصانع الكبيرة جدا، هينتج حوالي 600,000 طن، هيغطي الفجوة اللي عندنا اللي تقارب حوالي 400,000 طن، ويمكن أن نصدر سكر فيما بعد.